الخير والسعادة على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين في أول أيام عيد الفطر المبارك. ربنا يعيد يا رب أيام العيد علينا دايما وبلدنا الحبيبة مصر بخير وأمن وسلام. يا رب تكونوا بتقضوا أوقات ممتعة مع العائلة والأحبة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وكمان في حدث مهم تاني كلنا كل المصريين إيديهم على قلبهم وبندعي بالتوفيق يا رب لمنتخبنا النهاردة أمام الأوروغواي. طبعا متواصلين معاكم من على شاشة تن منذ 10 أيام ابتدينا تغطية هنا روسيا مع زميل عمر عبد الحميد من أكثر من مدينة في روسيا، من لوجينكي، من يكاترين بورغ، وكمان لوفغراد، وكل المدن اللي هيلعب فيها بإذن الله المنتخب المصري. كلنا مستنيين الساعة 2 بالثانية عشان نتابع مباراة مصر والأوروغواي. أكيد المباراة مش سهلة، لكن بالتشجيع وبالدعوات الصادقة من كل المصريين بإذن الله هتكون مباراة جيدة، ويا رب يوفق الفراعنة في أرض يكاترين بورغا. طبعا زي ما قلنا من 10 أيام ابتدينا هنا روسيا مع الزميل عمرو عبد الحميد، ومتواصلين طبعا في هذه التغطية من على شاشة فقط. معنا طبعا من يكاترين بورغ الزميل عمرو عبد الحميد. مساء الفل، كل سنة وانت طيب من داخل استاد يكاترين بورغ. منور يكاترين بورغ، ويا رب دايما في إبداع وتألق. شكرا جزيلا، مساء الخير نوران، مساء الخير لكل الزملاء ولكل الساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. انا امام استاد يكاترينبورغ ارينا، وتحديدا يمكن خلفي الان المدرج الخاص بالجماهير المصريه اللي من امبارح بالليل بتواصل تشجيعها وبتواصل هتافاتها. يعني بعض سكان يكاترينبورغ النهارده بيقولوا المشجعين المصريين عاملين حالة في المدينة ما حصلتش قبل كده ولم تشهدها المدينة من قبل، هتافات وشعارات وأغاني. يمكن النهاردة احنا وصلت طيارتنا من طبعاً يعني أنا الساعة 5 الصبح، وكانت تقريبا نص طيارة من المشجعين المصريين. تمام، متأكدة أنه 100 مليون مصري لو كان في إيديهم يروحوا لكاترين بورغ النهاردة عشان يشجعوا منتخبنا الحبيب كانوا عملوها، بس طبعا ده شيء غير مستطاع، ما فيش يعني قدرة أن 100 مليون يروحوا. فعشان كده يعني أنت عيوننا هناك في كاترين بورغ، عايزين نعرف من خلالك كل تفصيلة الأحداث. يا ترى الجو في كاترين بورغ زي لوجينكي برضو لطيف، ولا عشان فرق الساعتين ونص ممكن يكون الجو مختلف؟ وكمان الساعة كام في روسيا دلوقتي تحديدا عشان الناس كلها تكون عارفة كأنها موجودة؟ طيب الساعة دلوقتي تقريبا 4:30 و5 بتوقيت يكاترينبورغ، اللي بيفرق ساعتين عن توقيت العاصمة موسكو و3 ساعات عن توقيت مصر. من المفترض انه المباراة تبتدي الساعة 5 بالتوقيت المحلي، يعني الساعة 2 بتوقيت مصر. وبالفعل قبل دقائق قليلة وصل الأتوبيس اللي بيقل أبطالنا، بيقل لاعبي المنتخب الوطني. الجو صح وجميل جدا، يمكن درجة الحرارة حوالي 15-16 درجة، يعني جو يشجع على اللعب، ويعني مش برد قوي، في شوية ريح لكن مش برد قوي. طيب الجو مناسب جدا ان احنا نشوف مباراة حلوة من خلال المتابعة امبارح. في الأول يمكن المدرج اللي خلفي الآن يعني ممتلئ عن آخره. تمام، من خلال المتابعة امبارح عرفت انه تقريبا المساحة في يكاترين بورغ 35,000 مشجع، لكن لوجينكي اللي شهدت مباراة السعودية وروسيا 85,000. هل يا ترى المشجعين المصريين أعدادهم كبيرة النهاردة؟ هل فعلا في حماس ولا أعداد مشجعي الأوروغواي أكتر يا ترى؟ آه
بالفعل طبعا هي يكاترينبورغ مقارنه بموسكو مدينه صغيره تعتبر من الاقاليم، والاستاد اصلا اللي احنا زرناه تقريبا من سنه يمكن كان عدد المدرجات او عدد المقاعد لا يتسع لاكثر من 25,000 متفرج، لكن في مدرجات اضافيه اتعملت واتعملت خصيصا لكي يتواءم استاد يكاترينبورغ ارينا مع متطلبات الفيفا. السعه الرسميه اصبحت الان 35,000 متفرج، لكن كنت عايز اقول انه من خلال مشاهداتنا من عده ساعات اللي احنا وصلناها منذ الساعه 5 صباحا وحتى الان، اعداد المصريين كبيره جدا، والمدرج اللي خلفي الان ممتلئ عن اخره بالمصريين. والمدرج ده لما احنا كنا بنصور هنا من حوالي شهر قالوا لنا ده من المدرجات الإضافية، المدرج الإضافي بيسع حوالي 8,000 مشجع، يعني انا خلفي الان يعني ما يقرب من 8,000 مشجع مصري بالفعل. وطبعا يعني المشجعين المصريين زي ما كنت في الاول بقول عاملين حالة رائعة، يعني ليه؟ لانه احنا بعد تقريبا 20 دقيقة سيكتب فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية، بعد 28 سنة من الغياب عن بطولات كأس العالم تعود مصر مجددا مع هذا الجيل الرائع اللي استطاع أن يحقق حلم المصريين، تعود من جديد إلى المنافسات العالمية، بطولة كأس العالم روسيا 2018. طبعا يمكن الناس عرفت اوريدي التشكيل الرسمي اللي اعلن قبل قليل، وطبعا ممكن اقوله مره اخرى: محمد الشناوي في حراسه المرمى، في الدفاع احمد فتحي وعلي جبر واحمد حجازي ومحمد عبد الشافي، في الوسط محمد النني وطارق حامد، في وسط الهجوم عمرو ورده وعبد الله السعيد، وفي الهجوم مروان محسن. ده التشكيل الرسمي اللي تم اعلانه قبل قليل. طبعا في اجواء تفاؤل حاضر من معظم المشاهدين، لكن المشجعين قصدي، لكن معظم اللي احنا قابلناهم يعني الروح المعنوية عندهم مرتفعة جدا، والناس بيشيروا إلى أنه أورجواي يمكن ما فازتش في أي مباراة من المباريات اللي بتاعت افتتاح كأس العالم، خاضت 6 مباريات، تعادلت في 3 مباريات، واتهزمت في 3 مباريات، لم تفز في أي مباراة، أصبحت المباراة الأولى بالنسبة لها في كأس العالم في أي بطولة شاركت فيها هي مباراة تمثل عقدة نفسية. إن شاء الله تستمر هذه العقدة النفسية يا رب إن شاء الله الفريق الأورجواني، ونحقق النتيجة المرجوة من 100 مليون مصري في كل أنحاء العالم. طيب كويس، طمنتيني على الحماسة. طبعا المشجع المصري معروف بحبه الشديد للمنتخب وتشجيعه ليه بكل حماسة، الحمد لله يعني نقدر نقول أن المشجعين التزموا بالنصايح اللي قالتها الجالية المصرية في روسيا، بعيدوا ما بيعكسوش، مركزين في التشجيع بس وبعدوا عن المعاكسات لا سمح الله. للاسف يمكن الصوت مش واصلني بشكل واضح. طيب التشكيل اللي اتقال قبل شويه ما بيضمش محمد صلاح، طبعا اكيد كل المشجعين المصريين كانوا بيتمنوا انه يشوفوا محمد صلاح، هل هو هيكون في الاحتياط ولا في امل يعني انه يلعب ولا لا؟ طبعا يعني مسألة محمد صلاح، يمكن احنا تابعنا المؤتمر الصحفي اللي عمله هيكتور كوبر امبارح وقال انه صلاح جاهز 100%، لكن انا كنت عملت لقاء مع 2 من المحللين الرياضيين الكبار في مصر، الاستاذ ايهاب الخطيب والاستاذ بليغ ابو عايد، والاثنين اتفقوا على انه مش من المفروض ومش من الصحيح الدفع بمحمد صلاح في هذه المباراة. لكن انا قبل قليل شفت محمد صلاح وهو نازل أرض الملعب وبيحيي الجمهور، وطبعا كانت عاصفة من الهتافات والصياح والتصفيق لمحمد صلاح، خصوصا ان النهارده عيد ميلاده 26، بنقول له كل سنه وهو طيب، وننتظر يعني بدايه المباراه ونشوف هل سيدفع كوب
هايبر بمحمد صلاح في جزء من المباراة ولا لا؟ لكن حتى الآن طبعا التشكيل الرسمي اللي أعلن لا يضم محمد صلاح كلاعب أساسي. طبعا بالرغم من كده بنتمنى انه لاعبنا الدولي محمد صلاح يشارك في المباريات القادمه ويكون هو الهداف زي اسم زابي فاجا اللي مكتوب على الكره التميمه او شعار المونديال، يكون هو هداف المونديال باذن الله ويحقق اجوان اكتر. لكن هل التشكيل اللي موجود، هل احنا هنهاجم؟ يعني المطلوب بالمشجعين بيقولوا الافضل ان احنا نهاجم، خاصه وان الاورجواي عنده مهاجمين يقلقوا، ولا ندافع؟ يا طبعا يعني الموضوع ده يعني ممكن هو الموضوع الشغل الشاغل لمستر هيكتور كوبر. كل مباراة وليها ظروفها، دي أول مباراة للمنتخب بعد غياب 28 سنة، مباراة مش سهلة، الخصم طبعا قوي جدا، يمكن من الترتيب بتاعه 17 أو 18 إن لم أكن مخطئا يعني على مستوى العالم حسب ترتيب الفيفا، بيننا ما بين وبون شاسع. لكن طبعا كرة القدم مستديرة، كرة القدم لا تعرف إلا لغة الأقوياء، الفريق اللي هيقدم ماتش كويس النهاردة وكرة كويسة هو اللي هيكسب. نتمنى بإذن الله أنه الظروف كلها تكون مساعدة منتخبنا، لكن عايز أقول وعايز كل يعني مشاهد بيشوفني دلوقتي وكل مصري ينتظر أمام شاشات التلفزيون علشان نشوف منتخب بلاده وهو عائد بعد 28 سنة، أن احنا ما نستعجلش على هذا الجيل، الجيل اللي حقق أمنية غالية علينا وهي الوصول إلى كأس العالم من جديد بعد غياب 28 سنة. نتخطى إن شاء الله أورجواي، ولسه قدامنا روسيا والسعودية. السعودية منتخبها متواضع جدا على حسب ما شفنا امبارح في مباراة روسيا. الفريق الروسي مش بهذه القوة، بيعمل الحساب لمصر وللفريق المصري يعني بشكل كبير جدا. قبل يمكن نص ساعة من دلوقتي كانت إحدى القنوات الرياضية الروسية الشهيرة واسمها قناة ماتش، كانت عاملة فيلم تسجيلي عن نجمنا الكبير محمد صلاح، وأيضا حديث المحللين الرياضيين الروس عن أنه المنتخب المصري بيضم كوكبة من اللاعبين الرائعين اللي بيلعبوا مش بس في مصر ولكن في الخارج أيضا. قبل ما نشوف يعني اللي حضرته لينا النهارده، اكيد تابعنا التغطيه امبارح من لوجين كي واجواء المباراه حول الملعب. كان في كمان خبر نشر انه تم التحذير انه لو حد يعني احد المشجعين حاول يشجع خارج الاطار المعروف ممكن ان تلغى المباراه. هل ده لان المشجعين الاورجواي عندهم عنف شويه في التشجيع ولا؟ لا، المقصود هنا الهتافات العنصرية، يعني هو فعلا الإذاعة الداخلية للإستاد أعلنت بثلاث لغات، بالعربي وبالروسي، عفوا بالروسي وبالإنجليزي، أنه يعني يجب أن يلتزم الجميع بهتافات الرياضية وبالروح الرياضية والبعد، كل البعد عن الهتافات العنصرية، ده اللي مقصود من هذا الموضوع. لكن أنا أتوقع أنه طبعا ده يعني إجراء يعني بتحرص عليه اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، علشان طبعا كأس العالم اللي بيضم عشرات المنتخبات من جميع أنحاء العالم يجب أن يخرج بالصورة المرجوة، وبالتالي يمكن كان التحذير النهاردة ده حوالين هذا الموضوع يتعلق فقط بالهتافات العنصرية. أكيد كلنا متشوقين نشوف المادة اللي حضرتها لنا النهاردة من ملعب يكاترين بورج وأجواء الملعب والمشجعين. يا ترى حضرت لنا إيه النهاردة؟ يعني احنا هنشوف جولة مع المشجعين، المشجعين المصريين، ايضا بعض المشجعين التقيت بيهم جايين من طاجكستان ومن قرغيزستان جايين يشجعوا المنتخب المصري. وطبعا كلمة السر طبعا والقاسم المشترك هو محمد صلاح. ايضا زي ما قلت واشرت الى حوار تحليلي
قصير مع اثنين من اهم المحللين الرياضيين في مصر، ايهاب الخطيب و بليغ ابو عايد. ادعوكم لمشاهده هذه الماده معا واليكم في الاستديو. تحية لحضراتكم من أمام استاد يكاترينبورغ أرينا، قبل وقت قليل من بدء اللقاء الأول لمنتخبنا الوطني مع منتخب أوروغواي، اللقاء اللي هنعود به إلى مباريات كأس العالم وبطولات كأس العالم بعد غياب 28 سنة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عدد لا بأس به من المشجعين المصريين اللي جايين وراء المنتخب النهاردة من مدن مختلفة، من بلدان مختلفة، زي ما شفنا امبارح عدد منهم جاي من الكويت، من السعودية، من الأردن، من أوروبا، من ألمانيا. خلينا نتعرف على بعض المشجعين. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا. الحمد لله كله كويس. حضرتك جاي من فين؟ من القاهرة ولا من أي بلد؟ إيطاليا. من إيطاليا؟ بس مصر، رحت إيطاليا وبعدين جاي هنا. ممتاز جدا. يعني إمتى قررت إنك أنت تيجي وتدعم المنتخب؟ والله ابني هو السبب يعني، ومعايا هنا هو. حضرتك بتقول يا ابني هو السبب، انت ندمان؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس، انا سني كبير يعني، بس هو اللي خدني عشان الماتش منتخب مصر. ربنا يديلك الصحه. طيب ايه بقى مشاعرك، ايه توقعاتك، ايه املي؟ ان مصر تكسب بجد يعني، عشان ال 100 مليون يفرحوا باذن الله. شايف انه يعني رجعنا للمونديال بعد غياب 28 سنه، يعني يمكن جيل حضرتك طبعا واجيالنا عصرت منتخب 90 لما كنا في ايطاليا، نكسر النحس بتاع مجدي عبد الغني. دي اهم حاجه، عمرو اديب ينبسط. دي اهم حاجه انه نكسر النحس بتاع مجدي عبد الغني، لكن باذن الله متفائل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان مصر دايما تبقى متفائله ان شاء الله. ميرسي. شكرا شكرا. يلا السلام عليكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، كله تمام. جايين من فين؟ انا جاي من السعوديه. من السعوديه؟ ايوه. مخصوص؟ مخصوص. جميل جدا. في عدد كبير من المصريين اللي هم عايشين في السعوديه؟ كتير قوي طبعا، كلنا طالعين مع بعض ووصلنا امبارح وجينا على هنا النهارده ان شاء الله. ممتاز. هتكملوا مع المنتخب يكاترينبورغ، سان بيترسبورغ وفولجاجراد؟ الماتش الاخير ده هو ده اللي احنا جينا عشانه يعني، فمكملين مع بعض مع المنتخب السعودي. مع المنتخب السعودي ان شاء الله فولجوجراد. طيب ايه توقعاتكم بقى، ايه مشاعركم؟ يعني ان شاء الله طبعا بعد الماتش بتاع امبارح الدنيا محتاجه بقى ان احنا نشد جامد، نكسب النهارده ان شاء الله يا رب، لو ما كسبناش على الاقل نتعادل. ماتش روسيا لازم نكسبه، وطبعا حبايبنا في السعوديه ان شاء الله اخر ماتش اكيد هنكسبه ان شاء الله باذن الله. طيب طيب خلينا نقول ان ماتش مصر، ماتش روسيا والسعوديه، احنا كان الافضل لينا ان احنا نتعادل مش كده؟ طبعا هو كان احسن نتيجه التعادل عشان نضمن على ان الفريقين دول ما فيش فرقه فيهم تركب المجموعه من الاول، لكن طبعا مكسب روسيا وبخمس تجوان دلوقتي بقت المهمه، لازم الشباب ان شاء الله النهارده وماتش روسيا يعملوا حاجه جامده باذن الله. طيب هل شايف انه منتخب روسيا ظهر بشكل مختلف عن الشكل اللي تم الترويج له، قالوا انه مثلا منتخب ضعيف، منتخب متواضع؟ لا بصراحه انا شايف انه لسه لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول على منتخب روسيا ان هو جامد، بس هو المنتخب السعودي هو اللي كان وحش قوي امبارح للاسف. فلا انا عندي ثقه ان شاء الله نكسبه من الماتش الثاني باذن الله في سان بيترسبورغ ان شاء الله. منتخب اورجواي تقييمك له؟ ربنا يستر ان شاء الله يعني، هي مش هقول اكتر من كده، ربنا يستر ان شاء الله. متفائلين متفائلين ان شاء الله باذن الله. طيب يعني واحنا بنصور مع المشجعين المصريين زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي مجموعه من المشجعين المصريين، البعض لابس زي فرعوني وشغالين بقى الهتافات التقليديه. طيب ارتاح شويه، قول لي خدنا بس عاملين مخبرين على كل حاجه. جايين من فين؟ جايين، انا جاي من الكويت. الكويت؟ جاي من الكويت.
عدد كبير من الكويت جاي. احنا تقريبا 5 من هنا جايين من الكويت، في ناس كتير قوي جاي، يعني في جروب جاي 15 واحد جاي من الكويت. حلو قوي. هتحضروا كل ماتشات المنتخب ولا؟ ان شاء الله مجموعات، يعني ان شاء الله ماتشات المجموعات هنحضرها كلها. لو اتاهل بقى لا دي لسه، يعني ان شاء الله نتاهل. بس شايفك متحمس قوي، يعني انت متفائل بماتش النهارده؟ جدا 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 متفاجئ. بص فخور انه اخيرا عملنا حاجه، اخيرا طالعين، ده في حد ذاته فخر. نفسي مصر كلها هتبقى فخوره بحاجه زي كده، حاجه ما حصلتش بقى لنا 28 سنه يعني. كون ان احنا نلعب مع اورجواي ودي يعني اقوى فريق في المجموعه زي ما بيقولوا، ده يعني بيشكل عامل ضغط شويه، عامل ضغط نفسي علينا. مش ولا الاحسن، ولا الاحسن ان احنا نبدا احنا نلعبهم في الاول. هنلعب بحماس، احنا هننزل بحماس، هننزل يعني ندي اللي عندنا. الفرقه كلها متوقع، الناس كلها عايز تكسب، كله عايز يكسب بقى. الحماس ده انا مش متخيل الناس كلها عامله ازاي. احنا الناس بتشوفنا في الفنادق وكده بيقولوا لنا مو صلاح، الناس عارفانا بمو صلاح، فده لا طبعا which is very good، يعني حاجه كويسه قوي. من صالح مصر ان محمد صلاح يلعب النهارده؟ انا مش مدرب بس يعني يا ريت يلعب، كلنا عايزينه يلعب. كان برضه معانا ناس في لندن دافعين تيكتس عشان يشوفوا صلاح، فيعني من صالحنا طبعا انه يلعب، بس انا مش مدرب مش عارف اقول لك بيلعب ولا لا. كوبر امبارح قال انه جاهز 100%. بس قال بعدها انه مش من صالحنا انه يلعب اول ماتش، فبرضه مش عارفين. عشان كده بسالك برضه انا كمشجع. كمشجع نفسي يلعب طبعا نفسي اشوفه في الملعب، نفسي يلعب هيفيدنا طبعا كمشجع. طبعا هيفيدنا جدا يعني. ان شاء الله متفائلين. ان شاء الله كسبانين، ان شاء الله كسبانين. متفائلين؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله مصر باذن الله هتكسب ان شاء الله. متفائلين بنسبه كبيره يعني، خاصه بعد تصريح كوبر يعني ان شاء الله ان صلاح يلعب باذن الله. انتوا جايين من فين بقى؟ احنا جايين من كفر الشيخ من بلطيم، جايين للماتشات مخصوص يعني. يعني من مصر من القاهره؟ جاي من القاهره. الاخ كان من جاي من الكويت. احنا جايين من القاهره، في ناس هنا شفناهم جاي من امريكا، وفي ناس جاي من كندا، وفي ناس جاي من دول عربيه، في حد جاي من الامارات، وحد جاي من الكويت. قابلناهم امبارح هنا في مصر. المصريين في كل مكان، في كل حته عندهم انتماء كبير جدا لبلدهم. ان شاء الله الفوز لمصر باذن الله. توقعات ان احنا نفوز ان شاء الله 1-0 ان شاء الله. مش نتعادل حتى؟ لا ان شاء الله نفوز 1-0 محمد صلاح ان شاء الله. عندنا امل كبير جدا في المنتخب باذن الله ان شاء الله. طيب قول لي، انتوا جايين عن طريق موسكو ولا شارتر من القاهره؟ اللي قالوا انه في طياره شارتر جت من القاهره يكترنبورغ. لا احنا جايين عن طريق تركيا يعني. عن طريق تركيا. اوكي. حضرتك جاي من فين؟ لا جاي من موسكو. موسكو. بس يعني عايش في روسيا ولا عايش في مصر؟ بس جيت حاليا من موسكو. موسكو الاول. عدد كبير، انا امبارح وانا جاي في الطياره والنهارده الصبح وانا جاي في الطياره، عدد كبير جدا من المصريين اللي جايين. هل كنتوا بتتوقعوا انه في اعداد من المشجعين هتيجي ورا المنتخب؟ طبعا، لان احنا بقالنا 28 سنه ما وصلناش، فهي الناس عايزه تروح تجرب الاكسبيرينس ده. بس انا شايف ان احنا يعني ان شاء الله عندنا فرصه كبيره، احنا ممكن نصعد يعني ان شاء الله. بس بعد ماتش امبارح شويه بصراحه قلقت يعني. ليه؟ لان دلوقتي انت روسيا عندها معاها فارق الاهداف، وانت لو النهارده ما عملتش ماتش كويس هتبقى مطالب انك تكسب الماتش اللي جاي، وانت تحت الضغط ما بتاديش قوي، فانت فرصك هتبقى ضئيله لو ما عملتش نتيجه كويسه النهارده. المنتخب الروسي زي ما كانوا بيقولوا عليه يعني هو منتخب روسي تعبان، بس منتخب السعوديه ما جاش اصلا، مش منتخب كوره يعني. قالهم تحسهم على فيه روح، انا ده متواضع اقل متواضع كمان. بس ان شاء الله النهارده نعمل ان شاء الله ماتش حلو. بس انا سامع ان صلاح مش هيلعب يعني، بيقولوا صلاح قاعد على الدكه. انا ما اعرفش، بس يعني اتمنى انه مصر تفوز، سواء يعني لعب صلاح سواء حتى تعادل مش وحش خالص يعني ان شاء الله باذن الله. ايه بقى توقعات؟ ان شاء الله مصر ان شاء الله تحقق فوز النهارده ان شاء الله، بعوده صلاح مره ثانيه ان شاء الله يكون في نتيجه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا. شمال يمين احنا المصريين، شمال يمين احنا المصريين، شمال يمين احنا المصريين. بعد الكويت والسعوديه والاردن وبلدان اخرى، ايطاليا، جه الدور على هولندا. شابين مصريين جميلين جايين من هولندا، جايين مخصوص من هولندا. طبعا جايين، احنا عاملين البراند من شهر فبراير، صح؟ فبراير. عملنا اللوتري بتاعت الفيفا والحمد لله جبنا 3 تذاكر 3 ماتشات النهارده، ويوم 18 يوم 25 فول اخراج مع 19 يوم 19 سوري في سان بيترسبورغ. الطيران بقالنا اسبوع بنسافره، فالدنيا متلخبطه شويه. طيب قولوا لي بقى يعني مشاعركم توقعاتكم. انا ده حلم، انا كان نفسي ان احنا يعني اشوف حياتي كلها اشوف كاس عالم. تخيل بقى ان مصر كمان بتلعب كاس العالم، دي حاجه احساس جميل جميل. ما حضرتش مونديال 90؟ لا كنت لسه في اللفه. كنت عندي 4 سنين لسه. أنا عارف، انا شغلني بقى وحطها على اليمين. كنا لسه صغيرين. طيب كون ان احنا هنلاعب النهارده اورجواي، ده يعني كويس ولا وحش؟
هي هتبقى حاجه كويسه للخبره، بس طبعا احنا عندنا المنتخب بتاعنا فيه لعيبه كتير محترفه في الخارج في الدوري الانجليزي من اقوى دوريات في العالم، فاكيد ان شاء الله هنلعب معاهم كويس. هيكتور كيوبر طبعا الدفاع حاجه مطلوبه النهارده تبقى كويسه معانا، وربنا يكرم ان شاء الله ونجيبوا هدفين وننموا عليهم عشان خاطر ان شاء الله نظبطه باذن الله. جيبوا هدفين. انت من اسكندريه صح؟ من اسكندريه. دايما بتمسك بالكلام بتاعي انا من اسكندريه. لا ده اجدع ناس. ربنا يعزك يا رب يا فندم. بشكركم وان شاء الله نتقابل بعد الماتش ونكون كده في روح معنويه عاليه. انت منور والله يا عمر هنا روسيا. تسلم لي ربنا يكرمك. وان شاء الله ان شاء الله انا خلينا واقعيين شويه، انا عايزين نقطه واحده بس نكسب روسيا ونكسب السعوديه ان شاء الله نصعد الدور الثاني. خلينا واقعيين بس لو جت المكسب طبعا يبقى مش غلط. مباركه. مش هنقول لا. مش هنقول لا طبعا. ان شاء الله. شكرا عمر. شكرا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. مساء النور. فين ماما؟ لا ماما في البيت بقى يعني. ليه ماما ما تفرجش؟ عشان مع صغيرين بقى. معانا جدو بقى. هم جايين من مصر، انا جاي من كازاخستان. من كازاخستان؟ اه. اوكي. طيب قرروا انهم يجوا يتفرجوا على الماتش النهارده ورغم انهم سنهم صغير يعني. ده هم اللي زاقين على القصه كلها يعني. هم شايلين العالم من ساعه ما جينا. بص. استنى. اسمك ايه؟ انا اسمي ياسين. ياسين. نوران. نوران. ياسين ونوران انتوا يعني ليكم في الكوره كده من زمان؟ انت شكلك زملكاوي. لا اهل. خلاص 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 بلاش. قول لي بقى توقعاتك النهارده ايه؟ 3-1. 3-1 ان شاء الله لينا ان شاء الله. طب وصلاح هيلعب ولا مش هيلعب؟ ان شاء الله. طب اشوف نوران. أيوة. نوران توقعاتك ايه يا نوران؟ ان شاء الله نتعادل. شفت نوران واقعيه مش كده؟ لا نوران واقعيه، بس عندي احساس ان هو لما يتزنق هينزل صلاح بعديها بشويه وان شاء الله هيعملها ان شاء الله باذن الله. قولي لي يا نوران، انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. بس النهارده مفيش اهلي وزمالك. النهارده مصر. النهارده مصر. قولي لي التيشيرت الحلو ده جبتيه من فين؟ اديدس. ايوه منين؟ سيتي ستارز. من مصر يعني. ايوه من مصر مش من كازاخستان. لا لا يعني بابي ما جابهولكيش من كازاخستان. هم جم من مصر انا جيت من كازاخستان. جيت من الماطي ولا من من استانا؟ من استانا. طيب ومصريين كتير جم معاك من كازاخستان؟ في شويه جم معايا من كازاخستان، بس معظم الطياره كانت من اورجواي. من اورجواي. حاجه مش مطمنه والله. كانت حلوه، كنا بنهزر حتى مع بعض. لا كده تمام الحمد لله. طيب توقعاتك بقى للماتش؟ والله انا بقول 2-1 ان شاء الله لمصر. اكيد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب رجوعنا لمونديال كاس العالم بعد 28 سنه، ده هيحسب للجيل ده مظبوط بغض النظر عن اكيد. بص احنا وراهم مهما يحصل، بس انا اقول لك حاجه، الجيل ده يعني هي محسوبه لهم. يمكن الجيل اللي قبليهم كان اقوى شويه، بس ما لهمش محلفهمش حظ، لكن الجيل ده محظوظ وان شاء الله الحظ يكمل في الماتشات دي. احنا املنا فيهم كبير باذن الله. باذن الله. باذن الله. تتمنى انك انت لما تكبر كده تبقى لاعب في المنتخب؟ ان شاء الله. هو جاي جاهز. انت جاي يعني انت ممكن تقعد احتياط النهارده؟ اقعد على البنش بقى اقول لما حد يتصاب انا. طب ونوران؟ لا مالكيش في الكوره صح؟ لا ليه باسكت بول. باسكت بول. الف شكر ليكم وان شاء الله نشوفكم بعد الماتش ونبقى فرحانين كده ومتفائلين. الله باذن الله. باذن الله. ميرسي جدا. اثناء تجولنا حوالين ملعب يكاترينبورغ ارينا شفنا مجموعه من الشباب المشجعين ومعهم علم جمهوريه طاجيكستان. هنسالهم دلوقتي جايين يشجعوا مين النهارده، مصر ولا اورجواي؟ دراسه وتربيات. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وي سودنيا بريخالي باليت زاكابو زي جيبت زا صلاخه صلا. بقولهم انتوا جايين تشجعوا مين؟ قالوا لي طبعا جايين نشجع مصر وجايين نشجع محمد صلاح. هسالهم ليه طيب بتشجعوا مصر؟ ابتشوفوا في باليت زي جيبت نام رايتس يغراس محمد صلاح. вообще-то болеем за футбол, за дружбу, за здоровье, чтобы Салаха было все здоровье, за Египет, по которому показывает последние годы отличный, последний сезон отличные игры. Лучше Месси, лучше Роналдо пока.
هم بيقولوا لي انه طبعا هم يعني بيحبوا مصر وبيحبوا محمد صلاح، وبعدين الاخ ده بيقول انه محمد صلاح في الفتره الاخيره بيلعب كوره افضل حتى من ميسي وافضل من رونالدو. ابي سمطريلي فيتشراشني اجرا سوسكارافي روسي كانيش سمطريلي في سيجراجن روسي سيجراجن روسي بالليل ذا روسي ده. بقول لهم شفتوا امبارح مباراه مصر عفوا السعوديه وروسيا؟ قالوا لي طبعا شفناها، واحنا طبعا شجعنا روسيا لان احنا ايضا مواطنين روس. كاكوفاش براغنوز نا سودنيش نيجري، بسالهم عن توقعاتهم لماتش النهارده. Хотелось, чтобы побольше голов было. Во-первых, чтобы Салах играл, чтобы на поле был дружба Уругвая, Египта. Ну, 2-1, чтобы Египет выиграл. بيقولوا لي طبعا يعني هم بيتمنوا الفوز لمصر 2-1، وانه بيتمنوا انه محمد صلاح يعني يلعب النهارده وانه تنتصر في النهايه الصداقه ما بين الفريقتين، الفرقه المصريه والفرقه فرقه ارجواي. سباسيبا بامبل شويز بجد سباسيبا وداشي.